نحن في هاي الحياة عندنا أهداف شخصية وأهداف يمكن خاصة بالعمل، عندنا طموح فعلا. ولما نتكلم عن الطموح نربطه بمجتمعنا وبدولتنا أيضا، ما ننسى هذا فعلا. الموضوع. فنحن علشان نحقق الدرجات العليا في الدنيا والآخرة المفترض أن نحن نكون الإنسان يطور من نفسه، يطور من نفسه، يطور من مهاراته علشان يصل إلى مستويات أرقى وأفضل في حياته. جميل. وعلشان أيضا يخفف من العقبات اللي تواجهه. فعلا. الدنيا يمكن ما راح تمشي بحسب مثل ما يباه الإنسان دائما، مثل ما يباه الإنسان، يمكن يتوقع أنها تكون دائما وردية فعلاً. الحياة فعلا. لكن علشان يتخطى هاي العقبات ويصل إلى أفضل الحلول يحتاج يشتغل على نفسه، يحتاج يطور من ذاته. جميل. يتعرف على يمكن صفاته القوية، مهارات الحياتية، ومهارات الحياتية وأيضا مو بس المهارات القوية اللي عنده، أيضا نقاط الضعف. جميل. عشان يقدر يعني يقويها ويشتغل عليها، لأن هذه اللي هي بتساعده أنه يتخطى العقبات اللي ممكن تواجهه ويصل إلى أهدافه وطموحه.